ما هي كوسة بقى، كلمة بنقولها كتير على المحسوبية والتجاوز في الحقوق. اتفضل يا عضي، همدلك الامتحان ربع ساعة. ايه بقى تمدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي، لا بقى ده كوسة بقى. هو مش أي حاجة، مش أي حاجة بتطلع غير الكلية أصلا. الكوسة جت بدايتها في العصر الفاطمي، لما كانوا التجار بيروحوا السوق، كانوا بيخشوا مش مسموح لهم يخشوا غير من باب واحد بس، باب زويلة، اللي هو بعد كده اسمه الباب المتولي، نسبه للراجل اللي كان واقف على الباب اللي مسؤول عن تنظيم دخول التجار وفرض عليهم الضرائب والرسوم. الراجل ده كان شديد جدا، ما كانش بيسمح لاي حد يتجاوز ايه في دخول دوره او بيعدي حق زميله. كان واقف منظم منتهى التنظيم. ابواب القاهره كانت بتقفل بالليل، والتجار ما كانش مسموح لهم ان هم يخشوا، كان اللي بيجي لازم يفضل واقف على الباب في الدور يستنى لحد ما يجي دوره الصبح يفتحوا الباب. معانا ناس فئة معينة كانت بتخش، هما مين بقى؟ اللي محملين الكوسة ويخشوا يروحوا داخلين على طول بقى، من غير دور ومن غير انتظار ومن غير أي حاجة. ولما كانت التجار تصرخ ازاي احنا واقفين من بدري، بيقول لهم لا دي كوسة. ومش بس كده، ده ادى تعليمات لكل الأمن اللي واقف على البوابة إن أي حد محمل كوسة يخش من غير دور. ومن ساعتها من العصر الفاطمي واحنا أي حد بيتجاوز في حق حد او بياخد حق مش حقه بنقول ايه؟ يا عم دي كوسة. السلام عليكم.